السعادة طريقها واضح، من أراد السعادة فعليه بأسبابها، وأسبابها طاعة الله ورسوله وصحبة الأحيار والبعد عن صحبة الأشرار والصبر على المصائب والشكر عند النعم. هذه السعادة، أن تكون صبورا على طاعة الله، صبورا عن معاصي الله، شكورا عند النعم، بعيدا عن صحبة الأشرار، قريبا من صحبة الأحيار، مكثرا ذكر الله عز وجل والدعاء. هذه السعادة. من أراد السعادة فعليه بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله وصحبة الأحيار والصبر على مر الأقدار والشكر عند النعم. هذه السعادة في الدنيا والآخرة. فوائد منتقى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.